السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين القناه طوين كونكر، اهلا وسهلا بكم من جديد وحشتوني جدا جدا جدا. معكم يا ابو محمد. قبل اي حاجه وقف الفيديو اعمل لايك للفيديو والاشتراك للقناه عشان نشوف كم واحد متابعنا يا جماعه، والتعليق مناسب طبعا لو في اي مشكله. ويلا نبدا الفيديو. طبعا يا جماعه احنا عارفين من فتره ان كان الجي ام اتكلم على تحديث تروجان الجديد. طبعا انا اتكلمت عنه في الموقع بس ما عملتش اي فيديو ليه. دلوقتي جه وقت الفيديو. طبعا احنا عارفين ان احنا صوره الارمور اهو، ده الشكل الجديد اللي هيبقى بتاع اللبس. هو ممكن يكون زي ما هو، يعني مش هنزله اي لبس جديد، والله اعلم برضه يعني تمام، بس هو هيبقى زي ما هو بس هيتغير شكله. ده الشكل بتاعه يا جماعه اهي زي ما انتم شايفين تمام. الموضوع بسيط جدا 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 يا جماعه. طبعا احنا عارفين ان كل فتره الجيم لازم يحدث في الشخصيات وفي السكيلات تمام. وجه وقت تروجن يا جماعه، عملوا له اسلحه كتيره جدا بتاعته، وعملوا له سكيلات كتيره جدا جدا جدا. دي شكل الاسلحه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. يعني ده الهوك مثلا، ده الاكس، ده الهامر، ده مش عارف ايه الكلام ده كله، ده الويند مثلا، الويند يعني، ده البليد، السورد فين مثلا، ممكن نقول دي مثلا ده البليد وده السورد. عموما احنا هنشوفها في السكيلات بتاعتها تمام. السكيلات بتاعت التروجن هي زي ما هي يعني، او ممكن تكون اتطورت تمام وتغير شكلها، وفي سكات جديده برضو تمام. طبعا شكل السلاح ده عباره، انا مش عارف اذا كان عباره عن بليد اللي هو البليد ده البلاد ده يعني ولا ايه، الله اعلم. طيب فايده السكيل دي ان تقدر تجيب الهدف اللي قدامك بنسبه 100%، هتقدر تضربه بنسبه 210% كل 10 ثواني بنسبه 300% عند ظهور الرمز. في رمز هنا بيظهر يا جماعه عاديه، تقدر تزود الضربه 300% تمام. دي بانج وينج او وينجز، يعني اللي هو ايه، جناح او جناحة الديبانج ولا ايه، الله اعلم. السلاح في الصورة ده جديد لان مشفتوش في اللعبة. طبعا ممكن يكون سلاح جديد او ممكن يكون قديم بس شكله متغير. عند وصول المستوى الاخير للسكيل، يعني الفيكسد النجوم كلها، هتضرب اللي قدامك 60,000 من خلال خطوة او اتنين من العدو اللي قدامك. طبعا الاسكيلات دي يا جماعة ده انا جايبه بس من الكونكر صيني. طبعا الاسامي دي كلها الحاجات دي كلها لازم تتجرب قبل ما يعني مثلا قبل ما تشوف المواقع دي كلها، عشان هتلاقي ارقام وهميه صراحه يعني. بريكنج ذا سكاي، هذا تضرب ب 30,165، وممكن كمان فرصه ان الرعد يضرب العدو اللي قدامك. في رعد هنا بيظهر يا جماعه ضربها، بص دي ضربه الهامر، في رعد بيظهر هنا تمام. افتر اكس شادو، طبعا شكل الاسلحه جباره والجرافيك هيعلى بشكل فظيع، لان طبعا في كمان تعديلات للمودرن وتعديلات للايقونات اللعبه والكلام ده كله. المهم نخلص الاسلحه. افتر اكس شادو، لما توصل للمستوى الاخير من نجوم الاسكيل هتقدر تضرب اللي قدامك ب 30,190، وكمان في فرصه تقلل قوه الدفاع لدى العدو. وينز هيد ستيت، دي طبعا تقريبا ده كان في سلاح شبه ده يا ربي، بوليكس تقريبا ولا ايه. المهم لما تعمل فيكسد لكل النجوم الاسكيل هتقدر تضرب اللي قدامك ب 30,210 من خلال خطوه الى اربع خطوات، وفي فرصه ان الضربه تزيد. طبعا بيفين شاومينج، ده اسم صيني شكله كده عشان انا اصلا نقل برضه اسم من الصين تمام. هتقدر تضرب اللي قدامك، ده تقريبا السورد اللي قدامك بنسبه 30,135، وفي فرصه بنسبه 30% ان قوه ضربتك تزيد. كولكتنج ذا ماونتنج هوك، ده الهوك يا جماعه اخيرا بقى له ليه سكيله، هتقدر تضرب اللي قدامك ب 30,250. طبعا الهوك ده يا جماعه والسكات القديمه، في اسلحه كتيره جدا 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 كانت قديمه ملهاش اي لازمه. زي ما انتم شايفين ضربت 20 في 20,000 اهو، شايفين الضربه اهو زياده. في فرصه اقل من قوه الدفاع لدى العدو كل 15 ثانيه. اسم السكيل غير معروف، السلاح اصلا غير معروف تماما، بس شكل السكيل ده جبار. في فرصه بنسبه 100% لظهور قوه كينج كونج فول، وعمل حماية ليك من أضرار خلال 30 ثانية، وسيتم إضافة تأثير ضربة على العدو، وهتسبب ضرر 30,135 وبنسبة بنفس تأثير الوحوش أيضا. هنا في سكيلتين شبه بعض، أعتقد إن هما الاتنين بيشتغلوا مع بعض يا جماعة. يعني دي تمام بتشتغل مع دي في نفس الضربة أو بسلاح واحد، لأن مثلا أهو شوف أنت السلاح شكل السلاح دي زي ما أنتم شايفين كده، حتى هنا الزيادة هنا إيه في التاج ده بس. شوف السلاح اللي فوق اهو، هو نفس الشكل بس عليه التاج، بس مش عليه التاج. فاعتقد ان السلاحين دول او السكيلتين دول لهم علاقه ببعض. طبعا ويند ريماند كلاود، هتضرب بنسبه 2400 وتزيد قوه بنسبه 10% لمده 40 ثانيه.
زي ما انتم شايفين سكيلة دي، طبعا دي بتاعت البليد تقريبا شكلها، لان نفس حركة البليد دي يا جماعة، او البلد يعني زي ما انتم بتسموها. وطبعا في تطوير سكيلات هتتعمل، سكيلة السند سورد زي ما انتم شايفين بتاعت السورد دي، والهيركليز. طبعا يا جماعة شكل الاسلحة دي جبارة جدا 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 عفوا. وطبعا الجرافيك هيزيد بشكل مش طبيعي. تمام، نشوف بقى التحديثات اللي جايه كمان لكونكر. في تحديثات يا جماعه زي الاسكالات دي اللي احنا قلنا عليها، تمام زي ما انتم شايفين. طبعا الصور دي واخدها من كونكر الموقع الرسمي، وطبعا نفس الجوده دي، يعني في جوده اعلى كنت حطيت الجوده الاعلى والله. تغير شكل اللعبه من حيث اختار الشخصيات، وكمان داخل اللعبه زي ما انتم شايفين اختار الشخصيات هتغير، تمام اه، بين الويند ووكر ومش عارف ايه الكلام ده كله، شايفين الاشكال اتغيرت ازاي. اختار الشخصيه، هو طبعا في سيستمات هتظهر جديده مش عارف ايه هي دي بقى، لما ان شاء الله يبقى في معلومات زياده. طبعا شكل المودل الايقونات هتتغير اهي زي ما انتم شايفين، ايقونات السكلتين اللي هنا دول اهو، اللي من تحت دول بتاعت الرونز. عندك كمان بتاعت الفي اي بي اللي هو الشوبينج ميل، عندك كمان ايقونات بتاعت الاوبشن والعدسه والكلام ده كله هتغير، والورد روب والشكل العمومي الايقونات كلها هتتغير. ممكن كمان شكل المودل تتغير زي ما انتم شايفين، ممكن كمان المودل تتغير اهو، ده شكلها كمان. طبعا يا جماعه احنا عارفين لازم كل فتره تعمل تحديث جديد، سواء قبلت او ما قبلتش التحديثات الجديده دي براحتك انت طبعا، بس اعتقد ان التحديثات دي كل ما يبقى فيه تحديثات جديده كل ما يبقى فيه فلوس جديده برضه لازم تدفعها، وكل ما اللعبه بتحلو. بس المشكله ان هم بيزودوا حاجات اوفر خالص يا جماعه، يعني مثلا اخر مره باور بتاع 508 ولا 510 ارقام كبيره جدا، ولازم تدفع كتير جدا، يعني تدفع مش تمام. الاصطف الاصطف ده بقت بلس 12 دي بقت سهله، يعني ممكن كمان يدوها لك ببلاش لما تيجي تنزل بعد كده. والله بكلمه بجد يعني. طبعا يا جماعه لما تخشوا على الموقع بتاعي ان شاء الله هتلاقوا كل حاجه فيه باذن الله، من شرحات واخبار وما الى ذلك. طبعا ما تنساش تعمل اول ما تخش الموضوع ده هتلاقي ايه، انضم للجروب لو انت مش فيه، لو انت زائر طبعا جاي من جوجل او من اليوتيوب، وتشترك في القناه بتاعتنا يا جماعه من فضلكم. طبعا اهو هيظهر لك رابط للشانل بتاعنا اللي هو ديه، طبعا هتعمل اشتراك، ويا ريت لايك للفيديو جدا جدا جدا، يعني محتاجين الموضوع ده. ما تنساش برضو تتابعنا على الانستجرام، تمام، وتابعنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا يا جماعه في كل اخر موضوع بتلاقي حاجه اسمها لو عايز تعرف كل جديد ما تنساش متابعه الجروبات وين كونكر على الفيسبوك، كل المواضيع على الموقع. طبعا يا جماعه دي كل الجروبات بتاعتنا، وده كل الصفحه بتاعتنا برضو، الانستجرام والتويتر واليوتيوب، تمام. دي كل المواقع بتاعتنا، دي كل الجروبات بتاعتنا يا جماعه، ما تنساش تنضم ليها ان شاء الله. واللقاء في مزيد من الحلقات القادمه ان شاء الله. كان معكم ايهاب محمد من قناه وين كونكر.